هنا في بغداد لا يكون يوم العمال العالمي مناسبة للاحتفال، فهو يوم عمل عادي في ظروف صعبة وأجور بخسة في بلد يعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر. عيدنا نشتغل، ما عدنا عيد، يعني نشتغل بالعمالة. العمالة الأجنبية من هنود وبنغاليين ضاعفت من معاناة العمال العراقيين الذين باتوا يتعرضون للاستغلال بسبب قلة فرص العمل. احنا مضطهدين، لا شغل هنا اكو، لا اللي بعض قاعد بإيجار، اللي بعض تعبانة أوضاعه، وحركة ماكو. الأكثر هنا قاموا يستغلون العامل، يستغلون عامل الأجانب أحسن عود من عامل المصدر العراقي. يفتقد العمال العراقيون لأبسط حقوقهم وسط غياب لأي اهتمام أو رقابة حكومية أو قانون يضمن حقهم في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي أو يضمن لهم الحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل. العامل اليوم يجي هنا من الصبح لليل، لو يحصل له 5000، لو ما يحصل ينضرب، يتعور، ينكسر، يموت، ما حد يسأل عليه، لا الدولة تسأل عليه، لا أبو المعمل يسأل عليه، يعني ما حد هنا بحاله. العامل هنا كان قبل يعني كان يحصل له 25، هسه يا دوب يحصل له 4000 5000 يروح لأهله. في عراق الأحزاب والمحاصصة لا يجد الخريج الجامعي فرصة وظيفية تناسب تحصيله العلمي، فيضطر للعمل في أعمال شاقة كالبناء وبأجور بخسة. الأغلب الأعم من الأخوة العمال ناس خريجي معاهد ومعلمين وطبقة يعتبر مسحوقة اليوم بالمجتمع العراقي. وفي ظل عملية سياسية نهجها المحاصصة الطائفية، يحل العراق ضمن قائمة أسوأ الدول في مؤشر حقوق العمال عالمياً من حيث الالتزام بالأمن الوظيفي والرواتب وحماية حقوق العائلة وغير ذلك.